مش كادي يوسقسي هذه الثاني المسلم يغسل اللي كان الشك في الدين اللي دار الشك في النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرى باش القلب يطمئن يرتاح يحيد الشكوك وكان يفتو على السقسا كان المعجزة اللي جرى غفوص النبي صلى الله عليه وسلم يري أجلس تحقيق المعجزيان إذ ما ين أتسفو في الإسلام إذ ضرب تبارك وتعالى إذ يغفر الذنوبا الجواب في المسألة يد هن مسلم يخصت أحمد ربي تبارك وتعالى تشكر في نعمة الإسلام نعمة الهداية لأخذ ربي تبارك وتعالى الدين الإسلام لغنى ربي تبارك وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكان دعم لاد ما يتحمد ربي تشكار لغي شرح أول نس القلب نس ستين ربي تبارك وتعالى يوتد في النوراد يهدوت النوراد ينجوت ربي تبارك وتعالى وغلو يقصها ولو نس وغلو من يقصها ولو نس فأذكر ربي تبارك وتعالى دامنس ربي تبارك وتعالى فدعين ربي تبارك وتعالى فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين وكان بنادم تعتبر التفكير سنة من ربي تبارك وتعالى فضلنس لي سفاء لدفلسي الزجز أشكل فضل ربي تبارك وتعالى كف الله في الديند الهدين ربي تبارك وتعالى غيهداء انتات كدحي الزجز عن الزجز فوارسة اللي حيكف ربي تبارك وتعالى غيهداء ربي تبارك وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء وكان مسلم يغيس مقر كل ما ينقرس يزرع وللو من نصر ربي آية الشرك آية الوطنية زندودين ضرومين لوروفين لوري كان غرسن ربي ولك كان غرسن الدين الإسلام هان بنادم أي حيد الشكوكا يسنر بإذن ربي تبارك وتعالى يسفلس نعم يسفلس نعم يزوج سفلس خير القاسم أتيكان محمد صلى الله عليه وسلم يزوج سفلح خير الكتب أتيكان القرآن الكريم وكان بنادم أي سمقر الآيات اللي يزوج ربي تبارك وتعالى عن القرآن الكريم هاتي أنت أي جان دواية موضان القلب ولا تيخسان وكان بنادم وفلس للحرج كان الدور يحسس القلب نس يضعف الإيمان نس ندي شكاكر الحاجة وفلس للحرج يسقسى آية العلم يسقسى العلماء يسقسى العلماء اثنين أراد سيما التفاوين اثنين أراد سيحيد شكوكا غير بنادم أدوري بفل الأعمال فلصلحني الأعمال فلسة في ربي تبارك وتعالى زند أي نكر مسلم يبي تزلط يشكوك أنا كالمسائل إن كانت يبي تزلط هان تزلط أكليس دون العلماء هنون التبين هان نسي إيقال كافري يفوق الدين الإسلام عين الدين الغلب يدتو قتل العلماء المسلمين وكان بنادم هذا مسلم أي سمو قول أريد استغفر ربي تبارك وتعالى الذنوب اللي يسكر أريد تضالب أي سلح ربي قرس لأعمال الناس أتفولكين وكان هناك سكن كران الدنب يفسسن ولا يمزين أي استغفر ربي تبارك وتعالى يتوب سرس عند ربي تبارك وتعالى أريد تتوب في الناس فلس يتوبن أريد تتوب ربي تبارك وتعالى والناس يسيرين دون الناس استغفر ربي تبارك وتعالى فلس يتوب الكور يبقى بنادم عن الكور يبقى بنادم الكفر يبقون في المعاصي يبقون في الشرك يخص الدوري من هان أكل ناس ما قل نظر كي كان يعني دميد أستني كان لنا في الكفر إيرين في الشرك كنتينا كور تحارب من الدين ربي ولكن اللي غنهضر ربي تبارك وتعالى يورين الدين يقبل لك ربي تبارك وتعالى التوبة نسن كينا إما كين سور
تفاوت الدين هذا غير غير ربي تبارك وتعالى. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. نداء ربي تبارك وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون.